أهلا معكم من محطة مريم تي في، هالمحطة اللي دايما بترافقكم ليل نهار لحتى تكون عم بتقدم لكم التوعية ثقافية تربية وكل شيء روحاني بخلي النفس تسمو نحو الخالق. أنا بدي أتمنى لكم أسبوع مبارك يا رب، يكون مليء بالنشاط، يكون مليء بالمحبة ما بين الأخوة بالمسيح، الأخوة مع الآخرين بالعيلة بالشغل، تكونوا بصحة جيدة يا رب. أنا اليوم لوحدي رح كون عم بقدم برنامج أون تايم لسبب غياب زميلتي تمارا، بنتمنى لها الصحة وترجع بالسلامة. اليوم طبعا لبنان أول يوم بدون رئيس جمهورية وأيضا بلا حكومة. أنا شخصيا بعيش كل يوم بيوم، وهيك علمنا الرب المسيح، ولذلك إذا كنا متحدين معه دايما بالصلاة، إذا كنا متحدين معه بالتأمل بالقداس بالقربان، رح نكون عم نشعر بسلام، وما رح تكون شدة والضيق اللي بكل هالعالم اللي عم نشوفهم وعم نعطل همهم وعم نعيش بقلق دايم. هول كلهم بيروحوا وبيختفوا وما بيضل إلا سلام ومحبة، لأنه الرب قال أنا أعطيكم سلام لا يشبه سلام هذا العالم. لذلك ما تعطلوا هم شي. سبق وقعدنا بلبنان سنتين ونص بدون رئيس جمهورية، لكنه انتخبوا الرئيس عون. نحن بنشكر كل شخص اجى على الحكم قدم اي انجاز، وايضا منقول للبقوي وللنواب يراجعوا ضميرهم، لانه الشعب ما بقى يحمل، ثلاث ارباع الشعب عم بيعيش مجاعة، مش قادر يعلم ولاده، مش قادر يطعميهم، مش قادر يفوتهم على المستشفى، وهيدا الذنب لوحده بحمل الاب والام او الاهل ذنب كبير، وبيشعروا بتقل وهم رهيب، وهيدا لوحده بيعمل أمراض نفسية، والأمراض النفسية بتسبب أمراض صحية جسدية. لذلك اشفقوا على أهلكم، اشفقوا على العالم. إذا أنتم عايشين مرتاحين، فصار في ثلاث أرباع الشعب اللبناني عم بيعيش مظلوم مقهور، نفسيته تعبانة بالأرض محطم، والشباب عم بتهاجر عم بتزت حالها، وناس عم بتموت بالبحر لتفل من البلد. شو ناطرين؟ شو ناطرين؟ ولكن بظل كل هالأوضاع بيجي هيك لمسات روحية من السما بتعزينا. اليوم عيد جميع القديسين، وبدي عايد كل شخص مسيحي عم بيحط كل حياته عم بيكرسها لخدمة الرب من خلال خدمة الأخوة البشر. وهيدا الشيء اللي صار مبارح مع ناتالي واكد اللي نظمت ماراثون لحتى تجمع منه دعم وتقدر تحضر مواد غذائية وتساعد المحتاجين، رح نحكي عنه بالمتفرقات مع صور. ولكن أيضا في أب نسيم قسطون من القبيات عم بيقوم بمبادرات خيرية من خلال الواتساب، وهيك كلنا اوقات بنكون نعمل سكرولينج كل الوقت على الموبايل على الفاضي وبنحط اشياء سخيفه، ولكن لما بنحط محتوى مضمون بمجد الله من خلال خدمه الاخوه، قديش بنكون استفدنا من خدمه الانترنت. من رعايه سيده الانتقال لقبيات معنا على الخط الاب نسيم قسطون. الله معك ابونا. الله معك، الله مع المشاهدين. بركتك وبركتك سبقت اصلا بخدمه من رعيه سيده الانتقال، وبتشمل اكثر من 7 رعايا من خلال صندوق دعم القبيات. خبرنا عنه اكثر هيك لنكون عم نعرف المشاهدين بكل الرعايا، كيف ممكن يخلقوا صندوق لمساعده اهل الرعيه وغيرهم. يعطيك ألف عافية، بشكرك كمان على الإمكانية لنوصل الصوت. أكيد لقبيات هي ضيعة بأكار
نعم اللي صارت محافظة، وعادة بيسموهم مناطقنا مع الأسف الأطراف، ولأنهم أطراف مش دايما بيوصلهم كتير أكسجين وهواء ودم من خلال القلب، وهيدا الشيء يعني دايما بنختبره على مستوى كل المركزيات الدولة وغير الدولة، انه نحن بيوصلنا شو بيوصل بالآخر. ف هالضيعة هون اللي صارت عمليا مدينة تقريبا، فيها روحيا 7 رعايا. نعم هال7 رعايا بيخدموها كهنة، فيها أكيد أديار كمان. نحن ككهنة هلا، هي بلشت القصة من زمان مش من هلا، بصوب سنة 2016 و17 حلو انخلقت شبكة تواصل من خلال واتساب كانت على البرودكاست، نبلغ إذا في جناز، إذا في حريق، إذا في قصص هيك بسيطة يعني. بس مع اشتداد الأزمة وقبل، تحولنا من برودكاست على جروبات مسكرة بيتودع عليها مساج بس، واللي بيحب يرد بيرد للأدمن. بس اكتشفنا تقريبا كان في عندنا مشكلة بلشت جدية جدا ابتداء من قبل 2021، خصوصي بموضوع الطبابة، وبتعرف أسعار والأدوية، نعم والأدوية وغيرها. اختفيت وغالية ما بتنشرها. صحيح صحيح. فبلشنا نحن بمبادرة بهيدا الموضوع، وقلنا انه نحن يا اخي خليني استفاد من هالواتساب، وهي مبادرة يعني بلشت شخصية بالاول، انه منشوف مثلا في شي حدا عنده نقص، عنده مشكلة، عنده كذا. هيك صدفة يعني بلشت بحالة طبية كان بدها مبلغ معين شوي كبير، وكانت الفكرة اللي شجعت انها تستمر انه المبلغ كان عالي، ولكن تأمن بأقل من يعني بأقل من 3 4 ساعات كنا مأمنين المبلغ اللي كان بوقتها يمكن بحدود 50 مليون أو غيره. واو نشكر الله. وبلشت الفكرة من قبل 2021، واستمرت بهذه الطريقة. بعدين اجتمعنا ككهنة نحن بين بعضنا هون الكهنة مع بعض، وكان في اقتراح أكيد من قبلي لأن استعملنا هالشغلة، إنه يا عمي بنتواصل مع المغتربين، بنتواصل مع المحليين، بس تقول للناس بنكب الصرخة عنا مثلا حاجة، بس ليش أنا أتركها بس وقت اللي بيكون في قصص طبية كمان. بلشت وهون بالرعاية شوي، عملت تيست بسنة الماضي بتشرين، بلشت بشيء اسمه صندوق دفا، انه اللي بيحب يساعد هالعيال، نحن بحاجه لهالقد مزوت ولهالقد حطب وكذا وهيك، بتحبوا تتبرعوا. وكانت النتيجه جيده جدا، قدرنا نأمن بحدود بوقتها 3 براميل مزوت اقل شيء للبيت، وشويه حطب للي ناقصين. فطلعوا عملنا اجتماع الكهنه وقلت لهم ليش ما بنعمم هالتجربه، وتواصلنا مع المغتربين وتواصلنا، وبلشت على صوب نوال يعني بصوب راس السنه يعني جانفيه، هو 2022 كان البداية الفعلية. وكانت شتوية قاسية وما حدا قادر يشتري مازوت أو حطب، غالي كتير. 100%. فبلشنا من تقريبا بشكل ثابت بجانفيه 2022، كانون الثاني 2022، وبلشنا بشكل ثابت كل شهر بتجينا مساعدات، قسم من برا لبنان من مغتربين تبعنا اللي منظمين حالهم ببعض المحلات مثل باستراليا وبكندا وببقية المناطق، من خلال هالمجموعات الواتساب قلنا للي بيحبوا، عملنا جروبات جديد، شي لأوروبا، شي للولايات المتحدة، شي للخليج، شي لكذا لوحدهم، مثل العادي جروبات مسكرة وان واي المسج بيطلع وبيقول انه مثلا عنا حالة طبية او غيرها، او شخص منه لوحده منقل له. وهون بلشت الفكرة بإشباط 2022، قلنا خلتها ما تضل بلا اسم، سميناها صندوق دعم لأبيات. وصراحة أخذنا الاسم قصد يكون صندوق دعم لأبيات، ليكون أول 3 حروف هي بتختصرهم، هي كلمة صاد ودال وقاف، اللي بتعطي صدق باللغة العربية. لأنه كان في مشكلة مع كل سندي عادة، وكل الناس بتضل تشكك وهيك، نحن كل ما أخذنا قرش منحط وصل على الهواء، وكل ما صرفنا بآخر كل شهر كنا كل الكهنة منعرض كم عائلة ساعدنا، ما منقول أسماء أكيد احتراما لكرامة الأشخاص، بس منقول شو ساعدنا. يعني هالعيال مثلا لنفترض، رح أعطيك المعدل العام تقريبا مثلا بكانون الثاني 2022 365 عائلة، بيتراوحوا من شخص لثمان أشخاص بالعائلة. لو وصلنا ل 306 بايلول، هلا ايام بيوطى العدد لانه ما بيكون في تمويل كافي، وايام بيعلى العدد اذا في تمويل اعلى. بس رح اعطيك فكره عن الارقام بشكل سريع. تفضل. على مستوى المساعدات الطبيه من قبل 21 لنهايه تقريبا لهيدي الفتره، يعني نهايه سبتمبر تقريبا،
وبداية تشرين الأول تقريبا عندنا مساعدات طبية بلغت بحدود يعني عمليات طارئة، يعني دخول مستشفى، يعني ميل، يعني نادور، يعني هيك قصص، أو إبر مثلا ما بتتلاقى بدنا نجيبها من برا أو غيره. بلغت المساعدات بحدود 53,000 دولار، بحدود واو، 54 كلهم على بعضهم. مبلغ مهم. وبالنسبة للمساعدات الغذائية، كوش، دواء، حليب أطفال، كل هالأمور هيدي، خبز، زيت، لحمة، دجاج، هالأمور هيدي كلها سوا، مع بعض التفاصيل أكيد هون وهون وهون، يعني هيدا ساعد بحالة بارتيكولير وهيدا ساعد بحالة بارتيكولير. بلغت المساعدات اللي اجتنا من برا بحدود 50,259 دولار، والرعاية ساعدت من المساعدات الداخلية ومن الصناديقة بحدود 42,000 دولار وشوي، يعني ما بحدود شاء الله 43 بيوازوا تقريبا. المغتربين، يعني برافو. نعم، فالمساعدات الإجمالية اللي دخلت على القبيط من قبل 21 لتاريخ اليوم تقريبا هي بحدود 146,542 دولار، نعم، اللي هي فينا نعتبره رقم كتير عالي بالنسبة، بس بيت فيها 1800 وحدة سكنية، يعني تقريبا بهيدا المعدل بتطلع معدل عدد العائلات الشهري تقريبا اللي تساعد هو بحدود 345 عائلة، والمعدل الشهري تقريبا للمساعدة بيتراوح ما بين 40 قيمته يعني ماديا بين ال 40 وال 50 دولار بغض النظر عن نوعية المساعدة، وهيدا كله من دون أي تدخل من أي مرجع آخر، لا نعم، دولة حكومي أو ولا أي شيء مؤسسات تاني أو منظمات. نعم، ولا شيء. لأنه برافو، الله بالحقيقة يبارك فيكم. بدنا نحكي شوي بأسلوب راقي دايما، نعم، بس واحدة من المشاكل كانت مع المنظمات إنه دايما في سؤال كان من المنظمات أغلبيتها الأجنبية عم نحكي، نعم، الكنسية لا، كان في تعاون بيننا وبينهم على مستوى قسم من المساعدات الغذائية، كاريتاس أو مرمنصور أو منظمة مالطا، يعني عم نتساعد أكيد، بس عم نحكي منظمات الأخرى دايما كان بيهمها إنه يكون في حدا كمان مش من اللبنانيين، وهذا شيء مش كتير نحن موجود عندنا بقلب الضيعة، فكنا مية بنبنه بالمية وعم نقليله، مية بالمية يعني بنبنه عن وعم جد انتو نقليله تلحقوا لأهل الضيع، سبع 100%، رعاية مش هينة. 100%، نعم، انا فأجمل هذا هو الموضوع. بدي يعني اتشكركم عن جد على هالهبة، والله يبارك ومبارك دجا. نحن بحاجة بكل رعية يكون في هيك مشروع اكيد، ويتصلوا مع المغتربين وكمان مع الميسورين بلبنان لحتى نقدر نوقف حد بعض. أكيد هذا الشيء 100% اللي نحن بندعي ككل، لأنه كثير من الضياع اللي حوالينا تواصلت معنا ونقول لهم دايما يا عمي نحن ما أنا قادرين، لأنه عم نشيل اللي نحن مسؤولين عنهم بالأساس، بس أنا بدعي الكل إنه يعتمدوا على المبدأ اللبناني، المثل الشهير ما بيحك جلدك إلا إلا ظفرك، ظفرك، والكتاب المقدس في شيء بيقول أمي عبد لا أم معك، هيك بيقولوه مثل صحيح، مثل بدها شعبي مبادرات بالسبعينات، القصة، حدا غير يقوم الكتاب المقدس، بمبادرة. لأنه حقيقة ما حدا عتلين همنا إلا كل واحد اللي بخصوه، وما حدا عم بيجرب يعمل مبادرات عالية المستوى ومنظمة واستراتيجية. هلا في يعني برجع بقول في بقعة ضوء أساسية نحن شايفينها بمجموعة عم تشتغل شوي على تعميم هالمبادرات، وأنا من ضمنها، هي مجموعة وحدة ورؤية، إن نعم، شاء الله تكون كمان الشيء اللي عم بيتحضر من خلالها كاقتراحات تكون توصل انه هالموضوع برافو، بدل ما يضل على المستوى الفردي يتحول نعم، لنوع من رؤيه استراتيجيه جوا حلو الكنيسه. حلو حلو كثير. هذا الشيء ساعتها، لانه الازمه ما راح تكون يوم لا واثنين، لا، الأزمة مطولة مبينة، واكيد يعني أنت عم وشعبنا مش تحكي هلا مرتاح على انه عم صعيد يحطه. شامل بلبنان مش على صعيد الأبيات بس. نعم، ايه، هاي المبادره على مستوى لبنان نعم، بلشناها مجموعه كهنه عم نتعاون فيها مع المنيين وكذا، مش كصدق، هون عم بحكي عن وحده هللويا. ورؤيه، نعم، وعم نشتغل شوي وشوي عم نطلع الدوكيومنت تبعنا اللي ان شاء الله كمان بيساعدوا بايجاد رؤيه واضحه وعمليه لكيفيه مواجهه هالازمات أمين. اللي عم بيمرق فيها ناسنا. شكرا لك كثير أب نسيم قسطوم من الأبيات، شكرا على الله يخليك، هالمعلومات، وإن شاء الله كل كاهن عم بيتسمع علينا اليوم يتصل فيك وياخد فكرة عن هالمبادرة. بس شكرا لك، بتسمح لي بس بالآخر وجه تحية تفضل. كبيرة لكهنة الأبيات، الرعاية بالأبيات، اللي هن كانوا شركاء أساسيين وعندهم الشجاعة الكافية إنهم يفوتوا بهيك مشروع كان عن جد بتعب، بده متابعة يومية، بده إحصاءات، بده معرفة نعم، الناس، تعرف مش كل الناس بترضى، أيام بيكون في شخص بده ياخد حصته وحصة غيره، صحيح، فأيام بين هون وبين وسط كل هالصعوبات كانوا مقدمين، وهذا المشروع ما كان مشي لو كان مشروع شخص واحد، صحيح، لأنه هو مشروع جماعة
قدر يطلع بهذه الطريقة اللي بتستوحي من أعمال الرسل، وكانوا يتشاركون في كل شيء. هذا صحيح، الشيء اللي حاولنا أن هيدا نعمله. بيثبت المثل اللي بيقول في الاتحاد قوة. شكرا لك أب 100%. نسيم الله قاسم، يخليكم. ميرسي نحن ميرسي. بنتوقف مع حالة التأس. طقس خريفي مستقر نسبيا بيسيطر على حوض الشرق المتوسط حتى فجر غد الاثنين، بيتأثر تدريجيا بمنخفض جوي متمركز فوق جزيرة كريت ويقترب شرقا ويكون مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا، مما يؤدي إلى تدني ملحوظ بدرجات الحرارة وطقس متقلب وماطر أحيانا ويستمر حتى صباح الخميس. طبعا هيدا كان النشرة امبارح انحطت لا يكونوا عم يحكوا عن اليوم التنين كيف رح يتأثر بجو بارد. معدل درجات الحرارة ببيروت لشهر تشرين الأول بين 21 و 29 درجة، ولشهر تشرين الثاني رح تكون بين 17 و 25 درجة. اليوم غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة اللي رح تصبح دون معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة، وبيتكون ضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة أحيانا خاصة بالمناطق الشمالية والداخلية، واحتمال حدوث وبرق ورعد وتساقط لحبات البرد اعتبارا من الفجر. بتوقف هلأ مع قديس اليوم. طبعا قلنا انه ليلة عيد جميع القديسين، ومنتمنى هيك الرب يعطينا هالنعمة لنكون عم نعيش من خلالهم هن القدوة، تكريس الذات كليا للرب يسوع المسيح، لحتى نفتح له باب قلبنا ليقدر يشتغل بحياتنا، نسمح له بكامل حريتنا. واليوم أيضا في الشهيدان أبي ماخوس وجارديانوس، هودي ولدوا بمدينة الإسكندرية وانعرفوا بتمسكهم بالدين المسيحي، فقبض عليهم الوالي سابينوس، ولما ما قدر ينال منهم أمر فقيدوهم بالسلاسل وطرحوه بالسجن مظلم مدة طويلة. كان معتصم بالصبر عاكف على الصلاة ليهبه الله نعمة الاستشهاد. وبعدين أخرجوه من السجن من بعد ما أنزلوا فيه أنواع العذابات وهو صابر القوة في حوض مملوء كلسا حيا، فإذا كبوه بحوض كله كلس ففاضت روحه الطاهرة وفاز بالشهادة سنة 250. أما جورديانوس فكان قاضي وثني، أرسل يوليانوس إلى روما حيث تعرف بكاهن يدعى يانواريوس، وكان يصغي إلى مواعظه بشرف الدين المسيحي وسمو تعاليمه، فمست النعمة قلبه وأنارت عقله فآمن بالمسيح هو وزوجته و52 شخص من أنسبائه، فعمدهم الكاهن بعد أن علمهم قواعد الإيمان. غضب يوليانوس كتير وعزل جورديانوس عن وظيفته وأقام مكانه طبعا كلامن اللي هو كان وشى فيه، فاستحضروا هالشي وأمروا بأن يضحي الآلهة وجاهر بإيمانه بالمسيح، فأمر بجلده جلد عنيف بجلد مجهز بكريات من الرصاص، وأخيرا قطعوا رأسه فتكلل بالشهادة. فإجا المسيحيين بالليل ودفنوه بالضريح اللي وضعت فيه من قبل رفات الشهيد أبي ماخوس، وهالشي كان سنة 362. أما مرته مارينا فحكم القاضي عليها بالأشغال الشاقة وما كان يتزعزع إيمانها أبدا رغم كل الشدائد، وبهالطريقة أكملت استشهادها ولحقت بزوجها إلى الأخدار السماوية، صلاتهم تكون معنا. يا رب هيك منتمنى بهالنهار نصلي على نية كل المسيحيين خصوصا بلبنان لحتى توقف هالانقسامات، لأنه جبران حتى خليل جبران بيقول ويل لأمة مقسمة لأجزاء وكل جزء يحسب نفسه فيها أمة، وهيدا اللي خلى المسيحية يضعفوا وأيضا يخسروا كل الامتيازات بهالبلد اللي عم تنعطى لغيرهم،
لهيك من الضروري نرجع لربنا، نرجع للصوم، نرجع لهالعبادات للرب يسوع المسيحية اللي كانت معترف فيها هيك ويمارسوها أجدادنا. رح ننتقل أنا وياكم لفقرة متفرقات على أمل يكونوا جهزوا كمان صور الماراثون. نظم حزب تقدم بالتعاون مع مؤسسة فريدريك إيبرت جلسة حوارية أولى من ضمن سلسلة ورش عمل حول مشروع قانون اللامركزية الإدارية، وأدارت الحوار الدكتورة جوزفين صغيب، وناقش الدراسة كل من الوزير السابق زياد بارود ودكتور أندري سليمان مدير المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، مشروع قانون اللامركزية الإدارية اللي بينطلق من اتفاق الطائف بالإضافة إلى دورة بالتنمية المحلية وأهمية إقرار هالقانون بالمجلس النيابي. الخبر الثاني معنا هو عن السيدة كلودين عون ووجودها بإسبانيا من أجل مؤتمر بخص تعزيز دور المرأة في المجتمع. بنسمع فيديو لكلمة لإلها وبنرجع بنقول الخبر. الحضور الكريم، let's talk about leadership bueno, in Lebanon. Vamos a hablar de liderazgo en Líbano. تختصر صفات الإنسان القائد بالتمتع بمستوى عال من المهارات الشخصية والثقة بالنفس والذكاء العاطفي والجاذبية والتعاطف والإصرار وحسن الاستماع. أما المصطلح اللغوي القيادة النسائية فنلاحظ أنه لا يمكن ترجمته إلى كل اللغات، وغالبا عندما يتم استخدام هذا التعبير يشار إليه من خلال التعبير الإنجليزي leadership women leadership، وهو ما يدل أن مفهوم القيادة النسائية هو مفهوم جديد يحارب كثير من الترسبات الفكرية المتوارثة التي تنظر إلى المرأة على أنها الجنس الضعيف أو اللطيف. بمختصر مفيد كلمتها 9 دقائق، ما فينا طبعا نعرضها كلنا. وبتقول السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة: لولا السيدات اللبنانيات اللواتي عملنا في الصفوف الأمامية في مواجهة الأزمات على صعيد العمل الإنساني والاجتماعي والصحي لما كان مجتمعنا متماسكا حتى اليوم. فخلال المؤتمر الوزاري الخامس للاتحاد من أجل المتوسط حول تعزيز دور المرأة في المجتمع اللي عقد بمدريد إسبانيا برئاسة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة الأردنية الهاشمية، وركز الإعلان الوزاري اللي تم تبنيه خلال المؤتمر على التمكين الاقتصادي للنساء وعلى وضع حد للعنف الممارس ضد النساء والفتيات بالبلدان الأوروبية وبلدان البحر المتوسط، وسوف يساهم في تحديد الأجندة الإقليمية للسنوات المقبلة، ويمهد بشكل خاص لوضع سياسات لتحقيق مساواة شاملة وفعالة بين الجنسين ترتكز على مقاربة مراعية للنوع الاجتماعي. الخبر الثالث منشوف طفل بفيديو قدوي للكبار، خلينا نشوف كيف. Grown-ups can be careless sometimes. And there's so much we could all learn from this young lad. He had enough sense to do what grown-up people didn't do. What a lovely boy. Bless his little heart. His actions are a lesson to everyone. So precious seeing this little boy doing the right thing. Well done, little champ. مثل ما شفنا هالطفل من خلال تربيته إن كان بالمدرسة ولا من أهله بيتعلم إنه الزبالة والنفايات تنحط بمستوعبات، بينما الكبار عم بيرموها خارج المستوعبات، مما بده يستجلب أكيد روايح كريهة وأيضا بدها تتخمر وبدها تجلب الحشرات
والفئران والجرذان. لذلك خلينا نتعلم من هالصغير، ما نرمي شيء لا من السيارة ولا برات البيت ولا من شباك السيارة، بل كله نضبه، نقفل الكيس ونحطه بمستوعب النفايات كرمال صحتكم وصحتنا. الخبر الأخير بالمتفرقات، ناتالي واكد هالإعلامية وهالناشطة الاجتماعية اللي كرست كل حياتها ووقفت حتى شغلها لتكون عم تخدم وتساعد الآخرين، نظمت مؤخراً نمشي لا نكون عم ندعم بهالمعنى بالعربي، وهي Walk for Support، لحتى تكون تقدر عم تجمع المال الكافي لحتى تأمن مواد غذائية لكل العيال اللي بحاجة. منشوف هالصور سوا والفيديوهات ومناخد فكرة عن هالنشاط اللي لازم يكون قدوة للآخرين، لأنه كل إنسان منا قادر يكون عم بيقوم بمبادرة مثل ما شفنا مع الأب نسيم قسطون ومثل ما عم نشوف مع السيدة ناتالي واكد مع كل الأشخاص اللي عم يدعموها ويساعدوها من متطوعين. شاركنا كمريم تي في طبعا بهالمبادرة الخيرية، وعدد كبير من الإعلاميين أيضا معنا، ومجموعة من الأشخاص اللي كمان كانوا من خلال انتسابهم ومشاركتهم بهالماراثون عم بيتبرعوا لحتى تكون ناتالي عم بتأمن هالمبلغ المطلوب. هيدي دعوة للكل، حنشوف فيديو. And then like magic يعني صار سحر وصار كل دونيج، صار كل مرة ينضم one more friend. صرنا تيم. شو بدي أقولكم، من القرب منروح كل شهر من عند عائلة لعند عائلة، وأنا بركض كل الشهر عند شركات المواد الغذائية بقشرتهم شو معقولة يطلع منهم. I cannot do it alone لأنه لحتى المطبخ تبع All for One Rescue Center needs rescue، ما عم نلحق جرد غاز ومواد وقصص. So we've created this event for you to work to support us to at least نقدر نكمل distribution next week بكل هالبوكسز اللي عملناهم وحضرناهم، وإن شاء الله بهالطميل كمان. و thank you, I appreciate a lot and you did a lot. Thank you. نحن كنا عم نشوف لحظة إعلان نتائج المتباريين، مين اللي فاز بالمراتب الأولى الثانية والثالثة، وكمان لحسن الحظ أنا فزت بمرتبة المشي لمسافة 1 كيلومتر، مش كتير بس منيح لإلي بالنسبة للمرة الأولى. منشوف نعم، رح نبقى نستضيف ناتالي ونشوف فيديوهات أكثر بالمرة القادمة. منبقى مع نصيحة قديس وتيبس ومنبلش نستقبل ضيوفنا. نعم، نصيحة قديس ومنبلش أكيد مع ضيوفنا. مرحبا، 31 تشرين الأول، القديس كانتان. عايش بالقرن الثالث، الفضاء اللي بتمتع فيها، حب التتلمذ، حب البشارة، الشهادة حتى الاستشهاد. نصيحة القديس كانتان لإلك: تكون كلمة حية عندما تكون الأفعال هي التي تتحدث. والله معكم.